انا عايزه اعرف انت جايباني معاكي هنا ليه؟ يا بنتي الولد الامور اللي انا كلمته على الفيسبوك جاي الحفله النهارده. انت واحد وشطمنا على النت، انا مالي؟ ما هو معايا واحد صاحبه عشان تظبطي معاه. مش هظبط مع حد، انا ماليش دعوه. يعني ايه بس يا معلم؟ اهو اديني سمعت كلامك وسبت الخمر عشان اركز في شغلي واتجهت للمخدرات. ستوب دراجز تشينج يور لايف. هو ده بقى. وانا بشرب جوب ولا قرطاس طعميه؟ ايه طعميه سخنه قوي. ايه ده؟ دي الحفله بقيناها. بص هتبدا وبنات بقى، اوعى دولت اكيد بنات بهوات. سيبني انا اخش عليهم ليا دخله كده. ابوس ايدك، وشك ما ينفعش يظهر في الموضوع ده. ليه وشي مسجل؟ اسمع مني بس، انا هجيبهم انا دلوقتي وانت تعالى بالليل في الضلمه ما ياخدوش بالهم. لمصلحتنا. قنوع ابن اللذينة. خش يا بنت الايه؟ ده انت وقعتي واقفه. الواد طويل وابيضاني وحليوه. الله، ثانيتين وهجيبهم لك هنا. لا يا بنتي انا مش قصدي على الابيضاني، انا قصدي على الاسمراني المذبل اللي جنبه. ثانيتين واخدهم منك. لا هو انت اكيد غلطانه، اكيد قصدك على الابيضاني ابو حسنه جميله دي. الله يا رب كتر من حسناتي. لا يا بنتي ابيضاني ابو حسنه ايه؟ انا قصدي على الاسمراني ابو سنه. عفوا، هذا زمن التسوس. ابو سنه انت مجنونه؟ ده وشه شبه وش رجلي. انت شبه وش رجلها. والله ظلمت وش رجلها. سيبني بس انا اخش عليهم. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي ردي بصراحه، مين فينا احلى، انا ولا ساموزين؟ انت اقسم بالله. اقسم بالله ده انت هتولعي في جهنم. شو يقول لك القرد في عين امه غزال؟ انا امي شايفاني قرد. شوف دي بتكذب ازاي؟ أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال وتردي بأمانة الله. اتفضل. ده حلو. ده قمر. قمر؟ اه والله. طب الحق بقى ارمي على وشي مية نار يمكن أحلاوي زي. بقول لك إيه، هو مش أنت برضو اللي كلمتني على الفيسبوك وكده؟ إيه الفيسبوك كده؟ الفيسبوك ثانية، هو أنتوا شغالين هنا مش متنكرين؟ أه إحنا أصلاً جلسونات هنا. إيه ده؟ يعني ده وشك الطبيعي مش متنكر؟ انت داخله تعلمي عليا؟ قلت لك وشك ما ينفعش يظهر لمصلحتنا، اديك طيرتهم مننا. تحبوا تشربوا حاجه يا فندم؟ لا يا بيه اتفضل اتحرك من هنا. خدت بالك قالت لي يا بيه؟ برضه باين العز. والله يا صاحبي من كتر حبي فيك فكرت اشتري كلب.